القيام العام وليس التراويح. إن كنت وحدك ستختار لنفسك، لا شك أن الأفضل والأكمل والأتبع أن تصلي 8 ركعات تطيل قيامها. أما إذا تقاصرت همتك عن قيام طويل كقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن تستعيد عن هذا تنشيطا لنفسك بزيادة عدد الركعات، فلا حرج. مرة أخرى، في باب الجواز يجوز 8 و10 و20 و30 و40، في باب الأفضلية لا شك أن الأفضل والأكمل والأتبع للسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.